إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى فضيلة المفتي، إيه الحكاية؟ تعالوا بينا نعرف الحكاية. أهم حاجة نعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد من هذه القصة، تمام كده؟ يلا بينا نعرف الحكاية. قضت محكمة جنايات الشمال القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم برئاسة المستشار عبد الغفار جد الله بإحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى فضيلة المفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبقصد السرقة. ايه الحكاية؟ النهاردة كانت محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل اللي احنا طبعا قرينا قصته والدنيا كانت مقلوبة عشانه، وحاجة يعني بصراحة يعني حاجة تحزن جدا. طبيب الساحل ده اصلا اقول لكم حكايته يا جماعة. طبيب الساحل كان ليه صديق معاه طبيب زيه وكده، وكان صاحبه المقرب ليه. الطبيب ده كان بيمر بأزمة مالية، فقعد يفكر ان الطبيب يخطف الطبيب دوت او يسرقه، وانه كان على طول بيحكي ان هو مبسوط وغني ومعاهم فلوس يعني وناس مقتدر يعني. فقعد يفكر يعمل ايه يسوي ايه، فطبعا جات له فكره انه طبعا يخطف الدكتور ويطلب فديه. فطبعا كان بيعاونه في هذا الحادث طبعا محاميه وطبعا ممرض معاه. قال لهم على الفكره، ايه رايكم يا جماعه نمسك نخطف الدكتور دوت وبعد كده نطلب منه فديه لان اهله يعني. قالوا له طب نعمل ايه؟ طب ايه الخطه ايه؟ قالوا له طبعا انت مثلا تتصلي بيه، المحاميه تتصل مثلا بالدكتور في العياده وتقول له ان ماما تعبانه، اي حد تعبان، وتقول له تعالى العنوان كذا كذا، وانا اكون مثلا مستنيه، ومثلا نضربه اي حاجه فوق دماغه اول ما يجي بحيث يغمى عليه، ونديله مثلا حقن مخدره لحد ايه ما نطلب اهله ونطلب منه الفلوس. طبعا الدكتور يا عيني ما يعرفش ايه اللي هيحصل له، فالمتهمه طبعا الشيطانه اتصلت بيه وقالت له الحقني يا دكتور ماما تعبانه، طبعا القصه والافلام ديت. والدكتور يا عيني طبعا لقى فين العنوان وجري، طبعا الدكتور ما يعرفش ايه اللي مستنيه ومصيره ايه. راح الدكتور ويخبط يا عيني طبعا حته المتهمه، وهو داخل يا عيني راح ضربوه على دماغه واغمى عليه. طبعا الدكتور راح مسكه وراح اداله اللي هو الحقنه المخدره ومعاه الممرض اللي هو كان بيشيل معاه ويحط معاه. طبعا فضلوا يفكروا يعملوا ايه يسووا ايه، فضلوا يديله لمده 3 ايام اللي الحقن المخدره ديت او الحقن اللي هي بتنيم ديت. فطبعا من كتر الحقن ديت وطبعا ما فيش لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، الدكتور جاله هبوط في الدوره الدمويه ومات. ولا عرفوا يجيبوا فلوس من اهله ولا عرفوا يعملوا حاجه، قعدوا يفكروا يعملوا ايه يجيبوا ايه. راح جات لهم فكره شيطانيه انهم يحطوه في احد الاشوله ويروحوا بالعياده بالليل ويفحطوا فحره في العياده ويدفنوا الدكتور دوت. وفعلا فعلا راحوا بيد العياده فعلا وعملوا حفره في العياده عنده ودفنوا الدكتور بعد عذابه 3 ايام من غير اكل ولا شرب. طبعا بعد كده تغيب الدكتور بقى والتحريات والحاجات دي وعرفوا المتهمين. وطبعا حاجه بصراحه صعبه طبعا ان شاب زي كده لسه مقتبل العمر يحصل له حاجه زي كده، وحنين رايح يعني بيلبي واحده بتقول له امي تعبانه وراح يجري ويشوف يعني هو شوف ضميره وهي ايه. الشيطانه بصراحه انا مسميها شيطانه، واللي معاه دول شياطين، ثلاث شياطين تسببوا في موت طبيب في عز شبابه، ثلاث شياطين عشان الفلوس يعملوا في بني ادم كده يدفنوه بالمنظر دوت ويقتلوه بالبطيء. كل ده عشان الفلوس. ناس كتير يا اخي كانت بتتعذر، ناس كتير تبقى مش قادره، بس عمرهم ما فكروا التفكير زيك الشيطاني دوت. انت فعلا مش طبيب، انت شيطان، ده مش ممكن يكون طبيب ابدا، ده يعني بني ادم في صوره الشيطان، بني ادم يعني شيطان في صورة بني ادم. مش عارف بصراحة الواحد مش عارف يتكلم من كتر الزعل والواحد اللي هو فيه عشان الطبيب اللي راح ده يعينه هدر. بصراحة النهاردة الحكم بصراحة كان عادل فعلا، والاصول فعلا يتعدم 100 مرة، وان شاء الله بإذن الله المفتي هيقرر بإعدامهم بإذن الله، ان اصلا ما يستاهلوش الا الاعدام. ده ما يتحقش يعني، لازم يتعدموا عشان يبقوا عبرة لغيرهم، وان شاء الله بإذن الله المفتي وافق على إعدامهم بإذن الله، ونسمع صباح خير بإذن الله، وأمه فعلا اللي هي المسنة دي تفرح بإعدامهم الشياطين دولت. دي كانت النهاردة حكاية النهاردة اللي هو طبيب الساحل يا جماعة وإحالة المتهمين التلاتة لفضيلة المفتي. أهم حاجة نعمل لايك وشير عشان كل واحد يستفيد من هذه القصص،
قصص فعلا الواحد بيتعلم منها كل يوم. تمام كده، تنسوش تعملوا لايك وشير والفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.